الاجتماعي الخاصة بأون تايم سبورتس. ودلوقتي هنبدأ أولى فقراتنا، فقرة الأخبار المحلية. المتصدر نادي الزمالك اللي يستأنف تدريباته النهاردة على ملعبه استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الثلاث اللي جاي إن شاء الله في الجولة 33 من الدوري الممتاز. هي الجولة خلاص قبل الأخيرة اللي هتحسم فيها كمان لقب النادي الأبيض. طبعا إذا فاز على نادي الإنتاج الحربي في المباراة يوم الثلاث إن شاء الله، الفرنسي باتريس كارتينون المدير الفني نادي الزمالك منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات امبارح زي ما عرفنا، بعد تحقيق طبعا الفوز على سيراميك كليوباترا بنتيجه 2-1 يوم الجمعه اللي فاتت باستاد السويس. كانت مباراه طبعا ضمن مواجهات الجوله رقم 32 لمسابقه الدوري الممتاز، وبيحتاج نادي الزمالك لثلاث نقاط بس دون النظر لنتائج نادي الاهلي. في حال فوز فارس الابيض على الانتاج الحربي في مباراه يوم الثلاث اللي جاي هيصبح رصيده 79 نقطه، سواء بقى فاز النادي الاهلي على الجونه او تعاد اي نتيجه اخرى هيصبح برضو نادي الزمالك بطل بطوله الدوري الممتاز. يعني نادي الزمالك بس فاضله 3 نقاط ويحسم بطوله الدوري، فبالتالي اقترب بشده من حصد لقب رقم 13 في تاريخه. اما في حال تعادل نادي الزمالك امام الانتاج الحربي او الخساره مع تحقيق النادي الاهلي الفوز، هيتاجل بقى حسم البطوله للمباراه الاخيره والجوله الاخيره ياخدها الابيض امام البنك الاهلي. طبعا هيتجمد رصيد الزمالك في هذه الحاله عند نقطة 76، وهيصل الأهلي فوزه على الجونة النقطة 75، يصبح الفارق بين الفريقين نقطة واحدة. وفي حال كمان تعثر الزمالك أو التعادل في المباراة الأخيرة قدام البنك الأهلي، كل دي طبعا افتراضات، مع مواصلة المارد الأحمر في تحقيق الانتصارات بالفوز على أسوان في الجولة الأخيرة هيتوج الأخير باللقب.